يسعد مساكم جميعا، ورمضان كريم ينعاد على الجميع بالصحة وهداة البال يا رب. كيف كان نهاركم وصيامكم وفطوركم؟ هيك ان شاء الله يكون هيك فطور شهي. اليوم مثل ما معودينكم معنا فنان مميز والصوت مميز، مطرب كثير بنحبه. طبعا احنا موجودين الليله في برنامج بضيافه شريف ونبال. اكيد اكيد اكيد، مثل ما عودناكم على الاجواء الحلوه وعلى السهرات الحلوه، بدنا نستقبل كلنا سوا. مين انت بدك تقلنا؟ لانه هيك اكيد ابن في لك انتماء له. ابن بلدي الغالي، وطبعا كثير كلياتنا بنحبه. اكيد. الغالي وابني الغالي طارق كيوف. عصر خير وعصر خير وعصر خير وجوها الخير والله يسقيها الحارة ويلي كلها عمرة وهي يلا هي يلا وهي يلا هي يلا وحيدة طارق موحى يلا وهي يلا وهي يلا وهي يلا وعم الصوم وفرق الدم هذا اللون وهي لينا هي لينا وهي لينا وهي لينا والعراضة خلقت لينا والعراضة خلقت لينا الله يعطيك العافيه شباب. تغني لي تغني لك ان شاء الله تضلوا تغنوا وتفرحوا العالم كله. مش لحا معلوم. اهلا وسهلا بالضيف الغالي. والله ويا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا والله غاليين علينا. اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ الله يسعد لي اياك. الحمد لله. كيف الاهل؟ والله ولا احلى من هيك. امك وبيك والله بيسلموا. وجدك اكيد. الله يخلي لي اياك. كمان اسم معروف. الله يسعدك. أكيد أكيد اسم بنحبه أكيد وبنفتخر فيه. الله يخلي لي إياك وأنا بفتخر فيك. طبعا كمان شوي رح نحكي عن سمير أبو فارس. سمير أبو فارس طبعا أنا إلي الشرف إني أكون معك اليوم. أهلا وسهلا فيك. منور منور. الله يخلي لي إياك. تسلمي. بس أنا بدي أحكي شغلة صغيرة قبل كل شيء. أنا عندي عتب شوي على حالي وعلى شريف. يلا شوي. شو؟ يعني كيف بعدنا ولا مرة التقيت أنا وشريف هيك وجه لوجه؟ عن جد أول مرة؟ والله اول مره. شو رايك؟ لازم تعتب. انا بخلك على الاوقات على لا عجب. على اي شيء من بلدي وحبيبي. الله يخليك. انا بتابعك دائما. بتابعك اكيد حتى لو بعيد. اكيد. وبسمع عنك كثير شغلات حلوه. حلوه اكيد. وبفرح قلبي. الله يخليك. وبفرح قلبي اني دائما بسمع عنك الشغلات الحلوه. بس اكيد عندك في اشغال وعندي في اشغال. مية في مية. في الحياه اليوم زي ما بيحكوا العتب على قد المحبه. اكيد اكيد, أكيد. غالي انت. اهلا وسهلا. وانت يعني ما كله تعلم منك حبيبي. الله يخليك. ويمكن الكل حكى لك هيك في البرنامج مش عارف. بس يعني كمان الجيل بيني وبينك يعني يعني يمكن لما بدي شريف كان طارق مش انا وين ما كنتش بعدني حبيب قلبي. الله يخلي لي ان شاء الله هيك نشوفك بعد كمان وكمان باعلى المراتب يا رب. الله يسعدك. تسلم. شو هيك بدك تحكي لنا عن طارق؟ طارق طارق للي بيعرفش مين طارق كيوف طبعا. احنا متابعينك بس اللي هيك المشاهدين اللي ما بيعرفوا كثير عن طارق. الله يسعدك. اولا رمضان كريم لكل اللي عم بحضرونا. اكيد رمضان كريم. وصيام مقبول ان شاء الله. يعني هذا العيد عيد الحب والمحبه. ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه وهداة البال يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. طارق والله انا بلشت اغني من جيل صغير، جيل 3 سنين. وبعدك صغير. وبعدني صغير. ان شاء الله تضلك هيك. الله يخلي لي اياك. صغير وحلو. الله يسعدك حبيبي. واحنا طبعا عيله فنيه، اجواء الفن يعني صح. في عيلتنا طارق منحدر من عيله فنيه. اجواء الفن يعني سيدي صوت بغني. منو اخذته؟ من جدك؟ من جدي كمان خالك. وخوالي بغنوا وعمامي بغنوا يعني مع جهتين. ليش تغني من جيل صغير؟ اي عمر بديت؟ 3 سنين اول مره غنيت. واو. بعيد ميلاد جدي يعني غنيت. نعم. ومن هونيك اكتشفت اسم الله. صوت الحنجره بتجنن اكيد. الله يخليك. شوف حالنا فيها. تسلم. الله يسعدك. من هيك الداعم لطارق الاول؟ مثل ما شفنا او انا شفت اني صديقه امك كمان. نوجه لها تحيه لوفاء حبيبتي. الله يسعدك. تضلوا بخير يا رب.
وتشوفيه ان شاء الله لترقب اعلى المراتب. شفت انا مثل ما تبعتك هيك على فتره، وطبعا بعدني متابعتك، انه امك هي الداعمه واكيد بيك يعني طبعا اثنينهم. طبعا الاهل يعني لهم فضل كبير. لا امك بتغني شيء صوتها حلو؟ لا إيه، بس هي الدعم الاساسي هي امي يعني صراحه. ف هي اللي كانت المحفزه طبعا. شو بخلي حدا يغني ما اعطي فل فاي. جدك شو رايه بالموضوع؟ طبعا جدي في قد ما بيقدر بدعم. جدك يعني سيدك هيك من اني بقول جدك يعني. طلع سيدي عمل يعني اشتغل كل حياته بالكار وبالحفلات والفن، فبعرف يعني من قبل شو لوين يوجهني، اي طريق مشيني. أكيد. طريق الصح. اليوم طارق طبعا لا بيعرف يختار طريقه وبيعرف طبعا. واليوم كمان جدك بما انه كمان له مسيره قديمه، اعطاك هيك نصايح هون وهونيك؟ طبعا كل حياته لليوم بيعطيني نصايح. لليوم هالكني في النصايح. خلي لك اياه ان شاء الله. الله يخليك. ان شاء الله هيك ينصحك في الشغلات المنيحه. الله يسعدك ان شاء الله. هسه بدي اخلكم شيء شريف وطارق، شو رايكم تسمعونا شيء هيك قبل ما نبدا هيك شيء هيك؟ يلا عدوب تزبط. هلك شو يا موال هيك؟ عمل شي موال؟ ليل يا ليل ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل 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 يا 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 ليل. حد ينسى قلبه، حد ينسى عمره، من غيرك ما احبه وما تحت قهره. حد ينسى قلبه، حد ينسى عمره، من غيرك ما حيبه وما تحتي أمره. شاري ومش حخبيه، أنا حبيته بقلبي. شاري ومش حخبيه، ده أنا حبيته قلبي، ده أنا حبيته قلبي، ما بينساش حبايبي. يلا اللي في يوم هواني، يبقى صعب هأسى علي هوا رماني. عمري ما اقدر انسى اللي في يوم هواني، يبقى صعب هأسى علي هوا رماني. حتى شوقي غنى وقلبي قال لي حخبي، ده انا حبيته قلبي. بيضاء ولا قدر
بيضة بيضة ولا قدر يشو الصفاء كان يا السمية كان يا السمين كان يا السمين نقاوة وعبيرة الوة علي الوة علي فضمني من شعرها ليل رأيت البدر ليل رأيت البدر في رافقتني الونة والحسرة من بطن الحمل هذا عمري هذا عمري قال أبويا الضيف ما مر الضحش مر على سني وهذا حدش الناس هذا حدش الناس الله عليك الله عليك يسلم هالصوت يسلم القلب الغالي حلقة عسفوية يعني على الأخير وسهرة هيك عسفوية جبلية مساء الخير يا هدى هدى ويا هدى كيف حالك مرحبا شريف يعطيك العافية أنا مش قادر يعني مش مركز بعدكم مش حالين الضيف يا الله يا هدى طارق الله يسعدك تسلم لي صوتك أكيد يا طارق أنت حلويات سعيد المختار تعرف طبعا طبعا لكن شفت شو هونيك كثير طيب ده كل يوم ليالي بيروت شو بارد يلا احنا كمان عاملين أجواء بيروت وسهرات وهيك يلا هيك خلينا نكمل الشيء شو بالشوائق مش ليالي سعيد المختار ليالي بيروت بإدارة سعيد أهلا وسهلا بطارق الله يخليك وهيك يسلم هالصوت عن جد الله يخليك الله يخليك تسلمي صوت بجنن عن جد طارق ومميز ونشوف حالنا فيك اكثر من بجنن هسه هيك حبيبي شريف حبيبي الله يخليك هسه تحلى وهيك وده لانه الاسئله اللي جايين هسه هيك يخوفوا عشاوي عشاوي لا مش كثير لا بقبل لا شيء ما بخليليش وحتى لو بدي اقصيك ما عليك ما عليك انا هون عندك ظهر نبدا نحن باسئلتنا بهالوقت يلا يا اوكي بسم الله كثير هسه ناس عم بيشوفونا عم بيحضرونا وبيعرفوش اذا هيك طارق عزابي مرتبط خاطب تفضل الله يسلم الايدين تسلم هلا شريف شكرا شكرا حبيب قلبي شكرا ثانك يو كول تفضل طارق هيك وانت عم بتجاوبني يلا معك عشان تفكر وهيك اذا تخبي شيء عشان يمكن بعديها ما يقعدش لك نفس تفضل شباب اوكي طارق انت شو اليوم شو ستاتوس طارق ده والله عزابي انا عزابي سامعين عزابي طارق كنت هيك خبط حب ولا بعد لسه لا بعد لسه بكير ما عمر حاولت يعني ما طب شو مواصفات البنت اللي بيحلم فيها طارق انه فتاة احلامه يعني فتاة احلامي اول شيء تكون جميله
الخارج. حلو. يعني قبل ما ندخل للتفاصيل. لا بدي خلك شيء، يا الله كيف العمر له علاقة بهالعمر. اسا أنت بهالعمر إنه أول ما هيك إنه لك إذا بلاقيك مقابلة بعد 10 سنين رح يقول لي أهم شيء يكون من جوا، هي هيك بتعرف بيتغير الإنسان مع العمر. لا شوفي يعني. لا بس أنا ما نقيتك عشانك جميلة. ولك يخبرني. يخبرني. إنه الشكل بهمك. يعني مبدئيا الشكل الخارجي الأول يكون حلو، وبعدين تعرف عليها كمان روحها تكون حلوة ومرحة وبتحب الحياة وتتقبل شغلك وهيك. هاي أهم شيء، هاي يعني مجبورة تتقبل شغلي، لأنه إحنا كمان شغلنا يعني كله بالليل بتعرف صعب. شغلنا مش هوين. فكمان مش كل صبية بتتقبل هيك. لا صعب. يعني بس كون يعني بعده طارق بده إسا بس انا صراحه مش بس خليه يهتم في شغله بالضبط. انت ما لسه مؤجل يعني. ما بعد لحقي. اوكي طارق، اذا شي مره كنت انت بالشهر يعني وهيك عم تسوق سيارتك وحدا ضايقك، كيف فيك انه ضايقك يعني هيك عصبك، يعني كيف بتكون ردة فعلك؟ لا مش يعني عصبي انا شوي، بس بياخذ لي وقت يعني خلقك ضيق يعني. بس لا بياخذ لي وقت لاجاوب في يعني ردة فعل تكون شوي يعني بتعدل ال 100 بعد 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 تتأنى يعني. اوكي طارق، قديش عمرك طارق؟ بس 21. ان شاء الله العمر كله يعني. الله يسعدك. اقبل ال 100. تسلم. انه لما بتعرف بهالعمر كثير بيكونوا عم يهتموا بشعراتهم وحواجبهم. مش كثير بهتم هيك. قديش بياخذ؟ في كم شيء يعني حلو هيك مركته. احلى شيء بعد برنامج عرب ستار المرتبة الأولى، أخذت مرتبة أولى بعرب ستار. حلو الحمد لله. صراحة كل البلد كانت هيك متجاضة في الله. حضروا الحلقة في حضروا البلد ولما رجعت بتعرف استقبلوني وهيك، فهذا كان إشي يعني بالنسبة لي أحلى لحظات يعني حياتي. بنسوش. وبشكر يعني يمكن هاي فرصة اللي أشكر كل شخص دعمني ووقف حدي في هاي الفترة، والحمد لله يعني. حلو يعني هي من الذكريات اللي مش ممكن تنساها حياتك. طبعا 100%. لما البلد هيك لما رجعتك يعني والبلد استقبلتك. حلو. محبة الناس حلوة يعني. انا بحب محبة الناس. وطارق اكيد اليوم الكل بحبه كمان طبعا. الله يخلي لي اياك. طارق لو ما كنت مطرب يعني شو مهني ممكن هيك يحبها طارق يكون يعني؟ انه شو تكون؟ يعني لو ما بحب الموسيقى لو شغلك غير الموسيقى، لو انك انت مش في الموسيقى مش في مجال الفن والموسيقى والامور هاي شو كان نفسك تكون يعني؟ والله ما مش عارف. ما فكرتش يعني اول ما بديت والله. ما يعني كنت بدي ادور لي عيشة اتعلم واشتغل فيه. تشتغل فيه يعني؟ كنت في شيء براسك ولا هسه لازم بلش اتعلم انا يعني مفروض؟ بس شو بدك تتعلم؟ نويت؟ ايه نويت موسيقى. ان شاء الله. حلو حلو موفق يا رب. شو ما اخترت؟ تسلم. اكيد بكل حياه بحدا منا، بحياتك بحياتي بحياتك بحياه كل حدا، في ناس خذلونا طبعا بكل محل يعني، مش مهم ان كانوا اصدقاء ان كانوا اقارب يعني او انخذلنا. هل انت الناس اللي خذلوك ممكن ترجع تعطيهم فرصه ثانيه؟ ممكن تعطي فرصه. بعطي بس سامح انا يعني نوعا ما، حسب على شو يعني، حسب شو الغلطة. حسب شو الغلطة طبعا. اما يعني في مجال دائما بخلي هذا المجال يعني اللي يكون فيه ان اسامح تغفر يعني. انا اغفر يعني. انت بالبيت احكي لنا شوي عن شخصيتك. انت بالبيت حدا مرتب وهيك انه بتشيل الكنزي بترجع بتطويها وهيك؟ لا سيلة النبال يا أمي. لا أحكي لكم عن حالي يا جماعة. الخفيف يعني حدا فوضوية جدا، وبالأخص خزانتي والأواعي. إسا إذا بتشوف شريف كيف بيطوي الأواعي هيك القصفي على القصفي، أنا كثير هيك إنه كيف بروح بلبس أنا؟ بنزل كل خزاني على الأرض وهيك بطول أواعي يعني. هيك بعرف يعني. يعني حدا يعطيك بعرف. قالوا أنا هيك إنه أنا لا شو بدي أعمل؟ عندي مشكلة. عندي مشكلة فعلا. خلص وأمي بتضل تضب وراي تضب وراي. حرام عن جد. عن جد تحية لأمك أكيد. نوجه لها تحية وخلي لك امك فوق راسك. الله يخلي لك شريف حبيبي. يعني انا بقول له لشريف اني هو علمني كثير اشياء، بقول له طبعا علمني هالشغله انه كثير اني حدا فوضوية. مشكلة على فكرة. عن جد؟ مشكلة الشخص يتعلم. لا والله. يلا ولا شيء ولا شيء. شو احلى صفة هيك بطارق؟ بحب اضحك، بحب الحياة، بحب مرح يعني. مرح. شو برجك؟ دلو. بتآمن في الابراج؟ لا مش كثير.
شو احلى هديه طارق قام هيك من بيته وطلع وهيك نفسه يشتري هديه لحاله؟ شو اشتريت؟ شو اشتريت؟ عود مره اشتريت، اول عود لي يعني. حلو، بارك محتفظ فيه؟ نعم طبعا. تعزف؟ اكيد. حلو. طب تسمعونا شيء هيك قصير؟ يلا نرجع نكمل اسئله؟ يلا. يا كلنا مننجر نمشي بطريق ببلش خير بهيل وبشر كلنا مننجر نمشي بطريق ببلش خير بهيل وبشر وانت حر هالحياة كتير بتغري كوكبنا بلف وبدور وبدك ايانا نمشي دغري ونخلي الطابق مسدود وبدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي فيني بالمقلوب كل شي ممنوع مرغوب بطل في فرق كبير بين الباطل والحق بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب كل شي ممنوع مرغوب بطل في فرق كبير بين الباطل والحق حبك إلو أكتر شي بدك إياه أكتر شي تجاهلو يلي بدك منه كتير بتبين حبك إلو أكتر شي بدك إياه أكتر شي تجاهلو وبدك الحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب كل شي ممنوع مرغوب بطل في فرق كبير بين الباطل والحق بدك للحق الناس تكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب كل شي ممنوع مرغوب بطل في فرق كبير وانت حر هالحياة كتير بتغري كوكبنا بلف وبدور وبدك ايانا نمشي دغري ونخلي الطابق مسدود قبل ما نبتدي بخوف وعتابة قال يا شريف لسه ما رفعنا عتابا الله قبل ما نبتدي بقف وعتابا قال لي بقى لسه ما رفعنا العتابا يا شريف لو عاتبت قاسي عتابة يا ويل الما بيحسب له حساب ليلي سعيد في وجود احبابنا ليلي سعيد في وجود
ليش عني غربوكي خدوكي شمال ورجعوا غربوكي أهلك ليش أهلك ليش عني غربوكي خدوك شمال ورجعوا يا عيني يا لي لك إلي لي مين إلي لي مين يلي إلي لي مين يلي انطار غربوكي لقدر المال تنسيت الحواب يا باي كله ماشي ماشي كله ماشي ماشي كله ماشي ماشي كله ماشي ماشي لا 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 ايوه انا لا تعتب على العين لا تلوم من نظر لا تعتب على العين تلوم النظر ما في حدا بالذات بالذات طارق قلبه مو حجر الله يلا روح روح ليلي يا ليلي يا ليلي عم شوفن يا بالبل يا 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 بالياس عم شوفن يا بالبل هوا قدم على هدومي يا 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 بالبل لك دخيلك مر دخيلك مر من صوبن يا 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 بالبل سمعني دغري الحبايب سمعني دغري الحبايب يا 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 بالبل قلبي الغالي وين بدك قلبي الغالي وينو
رخص ما من غل من رخص ما من غل. شكرا للفرقه طبعا، يعطيكم الف عافيه احلى شباب. شكرا العافية. كمان لكم يعطيكم العافيه يعطيك العافيه. شو هالصوت الحلو اللي بجنن، الله يسلمك. ما حبناش توقف عن جد، الله يخليكي. تسلم يسلم هالصوت، يعطيكم العافيه. على فكره كله هدى الليالي البيروت والله شيء غير شكل. دوق دوق كل بعد فكرت لك قطر كمان ورا هيك هالاجواء الحلوه وهالسهره الحلوه هيك. بدنا نسال لسه طارق بعد سؤال، خليه هيك هيك يحكي لنا بعد يعرفنا. أنا جربت هربوا من السؤالات اكيد. لا وين بيهربش مني. طارق انت حدا بتحب الوحده ولا بتحب اكثر هيك تكون برفقه اشخاص؟ ايه بحب الوحده. مرات بتعرفي كيف بحب الانسان فترات معينه اللي كثير مع الناس وكثير، فبحب الواحد يقعد لحاله بصمت يهدي راسه. بس مش بيتوتي يعني، كثير تحب تطلع كثير بطلع هيك وبروح وباجي. لما تحزن وهيك وتزعل كيف بتعبر عن حزنك؟ مش كثير بعبر. انا مش كثير بعبر. لما تزعل هيك شيء مش كثير بتعبر ولا مش كثير بتزعل؟ لا يعني مرات الواحد انت لما تزعل بصير معه اشياء اللي بتزعله اكيد، بس لا مش كثير بحكي وهيك يعني. لا بتسكت. شريف كيف بتعبر عن زعلك؟ انا بعرف بس قول للجمهور اللي بيعرفش. انا لما بزعل بزعل. لما بيزعل يا جماعه بيزعل يعني على الاخير بيزعل وممكن يفوت ينام وهيك صح؟ ممكن تنام انت لما تزعل؟ ممكن انام. ممكن انام هو احسن شيء يعني طبعا. لما بيكون لما بيزعل طبعا. امتى هيك صار معك موقف وهيك كثير ضحكت يعني ضحكت من جوات قلبك؟ موقف حلو يعني يعني شيء ضحكك من القلب يعني مثل ما بيقولوا. وشو هو الشيء؟ في ضحكه وفي بتعرف ضحكه اللي من القلب. شو بدي افكر لك بدي اتذكر لك شيء؟ اما لا بضحك يعني عادي بضحك كثير انا يعني الشيء يعني ان شاء الله دائما بضحك يا جماعه هيك ان شاء الله دائما بضحك. بس شوفوا ابتسامته انتم، بعرفش اذا وصلت لكم على الكاميرا بس شوفوا ابتسامته بالحقيقه هيك الهضم يعني شيء مش طبيعي. تسلمي. مش عارف يعني مش متذكر في شيء هيك. اوكي بس تذكرت. اذا تذكرت لسه بنرجع. اذا تذكر برجع. لا هسه قل لي شو هيك المواصفات انه لنقول انه هسه حدا هيك صديق طارق شو لازم تكون مواصفاته؟ وفي اهم شيء. وفي ويحب الحياه وما يكونش عنده هذا النوع من النكد وهالامور. يكون يعني بمشي كل شيء. يعني ممنوع يوقفك يقول لك هون غلط هون صح. لا اكيد لا مش بقول يوقفني. كول يعني. لا مش هيك مش بهذا المعنى يعني. ما ينامش كثير يعني. مش بهذا المعنى. ما ينامش كثير. لا بدي صديق يكون هيك مرات سند يحط لي حد. وفي يعني الحمد لله مهمين مهمين يكونوا حواليكم الناس انه اصدقاء. انا بامن بالشيء انه الصديق بجر. اوكي لا في اصحاب اليوم اسف لا اوكي في يعني اصحاب اليوم اذا باخذ شخص معي يعني بيضل عينه مثلا على عكاستي ممكن في حفلات بضل عينه لا عندي هالنظره يعني ممتاز. المهم كثير كمان انت كمان بديت كمان كثير صغير كمان طارق انه مهم بهالكار يكونوا الاصدقاء اللي حواليك انه وفيين يعني صح. مش انه بس اصدقاء تبعك هي اهم شيء لان دائما لما بيبدا الواحد اكيد من صغر وكل الامور هاي بدك حدا دائما عينه عليك حدا يعني هيك صديق وفي يعني اكيد. بهالايام في كثير اصدقاء وفيين؟ في طبعا في اكيد فيه طبعا في بس يعني كثير عندك اصدقاء هيك بتحس يعني لا اخوي؟ مش كثير. لما هيك اصدقاء من الطفوله في بعد بعلاقات انتوا وياهم؟ والاصدقاء اثنين يعني اللي هن يعني فيني اقول انه هاي هي الاصدقاء اللي يعني انا بالنسبه لي كل شيء من الطفوله يعني طبعا. لما صرت نجم يعني وهيك حسيت هيك في ناس بعدوا عنك ولا الناس هيك؟ لا في ناس قربت إلي وفي ناس اللي بتعرفي في اصحاب كمان في اصحاب شغل في اصحاب مصالح مرات في اصحاب يعني اخوه اللي هن في كل الانواع طبعا في انواع يعني يعني للاصحاب اكيد الواحد طبعا لما بيكون ناجح كل المجالات
طبعا دائما في اصحاب المصالح ودائما اللي بتساعدني لشغلي اصحاب اللي في من كل الاشياء. اوكي منى تقلنا ثلاث اشياء انت يعني بتتقنهم شاطر فيهم غير الموسيقى والعزف، يعني شاطر انت مثلا تقلي اسا اني شاطر بطبخ واو، يمكن تقلي شاطر اني بركب شريف مثلا حرا شاطر كثير انه غير الموسيقى هو حرا بيعمل نجاره يعني بيعمر اشياء كثير شاطر فعنده موهبه ثانيه غير شو شيء والله بركب خير حلو بلعب حلو اللي يعني من وانا شو شيء مثلا عملي بتتقنه عملي تحب هيك شغل الدين ولا لا خفيف خفيف بعرف يمسك ميكروفون خفيف شغل هون شغل حنجره اكثر. طب شو اشياء انت سيء فيهم مثلا غير الطول الاواعي والخزاين وهيك خلص عرفناها سيء الاوقات مثلا الاوقات ها قال انه كثير هو كثير يعني تعطيك ثنتين ثلاثه هيك شكلها لا الاوقات الاوقات غلط يعني الوقت صح ونحن كمان طب شو بيحكوا الماني يعني شو العكس الالماني شو سؤالي وانت عكس الالمان لا الوقت كمان نحن عندنا مشكله طب شو بدنا نعمل بالنسبه للوقت انه يا جماعه بنطلع مثلا عندنا موعد على 6 بنطلع على 4 وبنصير متاخرين بعرفش كيف صح ولازم نعمل ساعه الي وإلك كمان انت عندك مشكله انا المشكله اهلا وسهلا مشكله كبيره اهلا وسهلا فيك ركب راسنا على بعض هيك اوكي يا جماعه ما عادش رح نحكي كثير نحن هسه وصلنا لهيك للغنى بتعرفوا هيك جو رمضان وعيد وكانوا كل نهار صايمين هسه بنعمل لهم سهره حلوه اللي بتعرفوا صرتوا تعرفوا اكيد متابعينا شو نحن هسه هيك برنامجنا لعبه الاحرف اوكي بنبدا بغناي تبداوها طبعا مع بعض اخر حرف طارق بعدين بيسلم شريف وطبعا بكل الاغاني كثير كثير بنكون سعيدين اذا بتغنوا مع بعض اوكي وفيكم تساعدوا بعض تمام يا شو بدكم تبداوا يا غناي هي الغناي اللي بتقرروا امتى بدك توقفوا فيها الحرف عشان نكمل خلص نبدا في الضيف اللي بدك اياه يلا تفضل شو مقرر انت تبدا انت اللي بدك اياه شو حابب بدك مليون سنة يلا صوت مليون سيني لا تعرف أنا مين حتى تعرف شو بيني بدك شوز ملايين وبدك مليون سيني لا تعرف أنا مين حتى تعرف شو بيني بدك شوز ملايين بدك مليون سيني تعرف أنا مين أيوة أيوة بدك مني وشو بدك ما بدك شو بدك وسلور ليل على خدك انا حدك ما بدك بدك مني شو بدك شو بدك على خدك انا حدك ما بدك بس انت حرف الان هو لازم لا بلغش حرف النون
نيجي نقسم القمر انا نص وانت نص نيجي نرسم على الشجر عارفين اسامينا وبس نيجي نقسم القمر انا نص وانت نص نيجي نرسم على الشجر عارفين اسامينا وبس نيجي نسهر كل يوم ونسهر النجوم نيجي نسهر كل يوم سهر النجوم وندوس على الهموم علشان ننسى القدر وندوس على الهموم علشان ننسى القدر تيجي نقسم القمر تيجي تيجي نقسم القمر راء 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 يلا طارق فكر مش مهم خذ وقت وان في كون تاكلوا سكر ساعدك في ويطلع مساعدة بلك سعرك وكسعره رفي بجناحك رفي ودوري مهالدنيا ولفي رفي بجناحك رفي ودوري مهالدنيا ولفي ما فيك تروحي لبعيد خدك مربوط بكفي خدك مربوط بكفي رفي شعراتي أيوة رد عراتك هلا خلي شعراتي لراسي مخالي رفي شعراتي رد عراتك خلي شعراتي راسي مخدة أيوة بدهم يعطوني للي ما ريدو لا الله يقبل ولا عبيدو بدهم يعطوني للي ما ريدو لا يقبل ولا عبيدو يما عطيني عطيني يما عطيني عطيني لا بقى بيسمحيني مليني يا عيني مليني يما عطيني عطيني يما عطيني عطيني بيت الشعر يا المبني بيت الشعر يا المبني تحت العشرين اي بليني يا عيني بليني شريف مالك مالك شريف مالك مالك ببال الشغل مالك بليني يا عيني بليني ويا طارق مالك مالك طارق مالك مالك هالدنيا شغلي بالك بالليل يا عيني بالليل حرف ال ال لام صول صول ليش انا حبك جنون ليش انا بعدك مجنون ليش انا نظرة عيون صخر قلبي غرام كم شكيت من ملامك كم لقيت بعدي غيبة سنين 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 مش غريبة لوم أنا لا عجيبة يقول الراس عجيبة يقول الراس بغرام يدوق الويل ما يدري نهاره من الليل شبه الضايع يا ولده
شبه الضايع يا ويلي نصرت عيون سحري يرين من علامة كم هوين من غرامك كم شكين من ملامك كم لقين بعد غيبة غرامك راح جيب العذر تشرح اشهد كفوف الراح جمعتني واشرح انسى انسى غرامك راح جيب العذر تشرح اشهد جمعتني واشرح كتر العتب شي فيك قلبي طفح ما يريد كتر العتب شي فيك قلبي نفر ما يريد لو قلت لي نادم توصلت لي خاتم لو قلت لي نادم لو صرت لي خاتم لو تشعل العشرة يا خائن العشرة انسى غرامك راح حرف الحق انا ولا انتي انا حبي اللي انت جاي قول عليه انت عارف قبل معنى الحب ايه حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل معنى الحب ايه لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه ايه اي حرف هوا يا هوا ده عمل جاني حور يا ابو الهوارة وعين امور بس يلا وهديني هدي يلي وعدوني يلا هديني هدي يلي عدوني يابا هديلي نجيب السال وعقال ومندي يابا هديلي نجيب السال وعقال صلي من ايام الصيف مستني السهرة عدي لي لاجيب الشال شد حسام المورة عيني صلي من اول الصيف مستني السهرة عيني تلاقي عيني زيني سلي مع السيف عيني تلاقي عينين وزيني سلي مع السيف عيني تلاقي عينين وزيني سلي مع السيف عيني تلاقي عينين يا ما احلى ايام الشباب ما احلى العزوبيه انا والسهره بين الاحباب نعطيها ليليه انا احلى ايام الشباب ما احلى العزوبيه انا بين الاحباب نعطيها ليليه ليلي تلاقي عيني والزين يسلم على الزين Yeah.
هدي لي تاجي بشال وعقال ومنديل. أنا هدي لي تاجي بشال هدي لي نجي بشال. ال ال حق ال كمان مرة ال ليش كل الدنيا ود ليه تمعك يزرع الخد ليه تسكن الدنيا على الخد. افرح غني وعيش متهني افرح غني عيش متهني الدنيا ما بدومش لحد الدنيا ما بدومش. يلا دار دموع العين العمر كله يومين اتنين يا وردي دار دموع العين العمر كله يومين اتنين وردي الحبايب وردي يا وردي ولا حد جاي وردي يا وردي الحبايب وردي يا وردي ولا حد جاي يا وردي حبايبك فين افرح غني وعيش متهني افرح غني وعيش الدنيا ما بتدومش لحد الدنيا ما بتدومش لحد. كيف تعدل دغري دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب النار فين 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 قولي يا دار. لياليك كانت نور اسبح بطيب حور أرد صلاة مهجور مرسوم بكل صدى راحوا فين حبايب الدار فين 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 قولي يا دار. الله الله يا ابن عزتي يا ابن الجبل يا ابن الكرم الله عليك اسلام صوتك الله يسعد لي اياك شريف. وين وقفنا؟ اي حرف وقفنا؟ دار دار يا دار حرف الار راء الراء. رمل ما ينعجن والشوك ما ينداس والسر ما ينعطى يا طارق إلا لناس وناس. لا تخور سارة يا حلب لا يا زماني واقعد خلف الباب اللي ما يحب النساء كذاب والله والله كذاب ابن كذاب. رمشت عيني تروينا رمسها وتكوينا نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب وتروينا كيف مرضيت بديرنا شو نساكي عديرنا عالبي رضيت بديرنا وحبيناك وحبيتينا. غنينا حبك طويل غنينا
عيونك بتملي القلب. ألف حرف الراء. لا تروينا ايش وقفنا على الر. يلا وين احنا وقفنا بنا على اي حرف وين بدك روحي ولا تنسى يوم انه حبايبك هنا ما بلاش كتر اللوم حتما قلت لك خليك معي اسمع مني روحي ولا تنسى يوم انه حبايبك هنا هنا ما بلاش كتر اللوم وانسى قلق علينا قل له خلاص نسينا وانسى قلق علينا قل له خلاص نسينا وعرف انه غاب حالنا اللي احنا فينا اللي احنا فينا ليه ورانا الجنة ونار وسابنا فيها احنا حالتنا اللي احنا فيها احنا فينا اللي احنا فينا ليه ورانا الجنة ونار وسابنا فيها سابنا فينا وسابنا فيها لو هيسيبنا شوية سامحينا حرف الحق. اخر غنية بديكم تعملوها سوا بدي اختار لكم اياها اني كثير بحبها غنية لرغب علامة حبيب قلبي يا غالي حبيب قلبي يا غالي صفر من الليالي اسمك دايما على بالي وقلبي ليل نهار قلبي للليالي اسمك دايما عبالي وبقلبي ليل نهار ارجوك منا الله تبعدني عنك انت عيوني رح تشهدوني احلم حبيبي كملي المشوار ولموني يا نور عيوني احلم حبيبي كملي المسوار احلم حبيبي كملي المسوار قولي ولا تخافش يا حبيبي انت رايح فين خليني سهران بعيني ناسي دمع العين قولي ولا تخافش يا حبيبي انت رايح فين خليني سهران بعيني بحلالك اسرار تعذيب وحرماني بحلالك اسرار يعطيكم العافية بتجننوا عن جد الله يسعدك لحظة استعنا أهلا وسهلا فيك إسا بدخل لكم شي شو بك تتحلوا ورعبك ضايفينا شي لطارق بقي عنا هيك مقطع صغير أسئلي يلا شو نضيف إن شاء الله تكونوا هيك موصلين سهرتنا يعطيك العافية يلي بدك إياه عزوكك يعطيك العافية إن شاء الله تكونوا مبسوطين بسهرتنا ولا ما فيش أحلى من هيك سهرة والله لو كل يوم هيك سهرة احنا طبعا مبسوطين فيك أهلا وسهلا فيك الله الشرف إلي والله بتشرف فيك ضيفي طارق طبعا دائما متمنى لك بالنجاح شو رأيك كله زاكي أكيد بتمنى لك هيك كمان مسيري بتجنن إن شاء الله الله يسعد لي إياكم الله يسعد لي إياكم هسا لما أسألك شوية أسئلة نحن صرنا بالنهاية يا جماعة ما حبش علينا تخلص هاي السهرة تفضل حياتي صرنا بالنهاية صحة يا جماعة شكرا هدى أنا حبيبتي مش حقيقة شكرا السبب أسألك شي شو هيك أهداف طارق الجايين أهداف على الصعيد الفني
والله عندي اهداف كثير كبيره وين يعني لو انا شايف للعالميه ان شاء الله يا رب ان شاء الله طريق طويل بعدنا في البدايه ان شاء الله يعني تكون كلنا ناجحه طريقك بدنا. ان شاء الله حابب كان انا ولا انت حبيب قلبي حابب تنصحوا شيء بما انه قلت هيك صار لك كثير بالكار في نصيحه هيك بالفنيه هيك والله يا ريت انا بحب انا بحب يعطوني نصايح على فكره هيك تب تعطي ل طارق تب هو طبعا اول شيء بدوش كثير طارق مالك حبيبي الشريف صوت فيه وحضور طبعا احلى واحلى بس اكيد بدك تمارس هي اهم شغله يعني في بتعرف في مثل ما بيقولوا طلعات ونزلات صحيح. بالذات في مجال الفن والموسيقى مش هوين يعني بدك تحفر لك شوي في الصخر مثل ما بيقولوا صح وطبعا جنبك العيله الموسيقيه وجدك الله يخلي لك اياه حبيبي اكيد نوجه له تحيه خلي لك تحيه للغالي اكيد سمير ابو فارس المطرب سمير ابو فارس اسم كبير اكيد ومن هون بس نجاحات ان شاء الله يا رب حبيبي شريف الله يخلي لك يعني ان شاء الله انا وانت يا رب بتامن بمقوله انه وما يهمكش الامور هيك من هون ومن هون كلام أكيد. الناس أكيد. وكل الامور هاي تعرف طبعا لازم على طول يكون في مزبوط بتامن بالحظ او بتحس انه الدنيا للشاطر الدنيا للشاطر مزبوط بس يعني بدك تسعى مرات بيكون في ضربة حظ يعني في ضربات الدنيا طلعت. ولا الزمن شوف الزمن اللي احنا موجودين الزمن فيه الزمن هو للشاطر او للحظ الدنيا هي مش للشاطر الاثنين اكيد الزمن الحظ لحاله بزبطش والشاطر لحاله كمان ما بينفعش بالحظ يعني. فلازم الشخص يشتغل ويستنى الفرصه يعني اللي تجي مناسبه يعني مرات بيلعب الحظ ان شاء الله بيلعب دور بس يعني يعني واحد قاعد في البيت ومش عم بيعمل شيء شو بده يلعب الحظ يعني بدي منك شيء قصه طارق نحن صرنا بالنهايه تطلع بكاميرتك لو سمحت يلا وتحكي مع حظك او مع قدرك شو بدك يعني من قدرك يعني شو طارق بيطلب من حظه او من قدره طلع بكاميرتك بس بلا ما حدا يسمع بس يا يعني ان شاء الله هاي الكاميرا هون يعني ان شاء الله هالحظ يلعب معنا زي ما لازم ويجي زي ما احنا بدنا ويوصلنا لهدفنا لا هيك قلب يعني حظي عم بستنى منك هيك فرص عم بستنى منك فرص كل يوم بدنا فرصه يا رب ان شاء الله يا رب نحن كمان هيك انا وشريف نتمنى لك كل أكيد التوفيق أكيد. الله يسعدك وكل الحظ اللي بدنا الله يعني يستاهل كل الخير لي الشرف اني اكون معكم ليلي بسطت فيكم كثير نورت سهرتنا نورت تعرفوش قد ايه والله حبيبي وانت كمان فتت على قلبنا نورت شاشتنا اكيد الله يسعدك اكيد وقلوبنا نورت الحلقه والله. شكرا على حضورك شكرا على هيك الحنجره الذهبيه تسلم ان شاء الله نشوفك باعلى المراتب يا جماعه رمضان كريم ان شاء الله تكونوا هيك اليوم انبسطتوا هيك بهالسهره بنلاقيكم بكره ان شاء الله مع مطرب جديد رمضان كريم شكرا لكم على متابعتكم طبعا بنشوفكم بكره بحلقه جديده مع مطرب جديد واجواء نار واجواء نار بس قبل ما تنهوا انتوا هيك تعالوا ننهي الحلقه بغني يلا لو سمحت يلا يا شو نعمل انا بعشقك عصور انا افوت انا انا بعشقك انا كلي هاي وده مني يعني اعتبر شريف عم بيرقي حياتي شكرا انا بعشقك انا كلي لك انا بعشقك انا كلي لك I'm
أنا 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 يا من ملك روحي بهوى روحي بهوى الأمر لك طول الحياة طول الحياة ماضي لك وبكرة لك وبعده لك ماضي لك وبكرة لك وبعده لك